فيديو اليوم يعني هو من أكثر المواضيع فعليا اللي أنا بحب أحكي عنها وهي الزيوت. كثير أنا بحب الزيوت لأن رائعة جدا لمنتجاتنا، وخصوصا إذا اخترنا الزيت المناسب. في عنا أنواع متعددة من الزيوت، أهمها هي ما يطلق عليه الزيوت الحاملة. الزيوت الحاملة أو الكارير أويلز، مثال على ذلك زيت الزيتون، زيت الأفوكادو، زيت جوز الهند وغيرها من هذه الزيوت المتماثلة. هلا لما أنا أجي أختار زيوت حاملة بس بقرأ إنه هذا زيت وبروح بشتري، هيك بالعادة نحن بنعمل. ولكن لما نيجي نصنع إحنا منتجات تجميلية لازم ننظر لأعمق من هيك، لتفاصيل أكثر من هيك، حتى أختار أفضل جودة من الزيوت. وأنا أعرف كل نوع زيت له استخدامات مختلفة، حتى لو كان من نفس الفصيلة أو حتى لو كان نفس الزيت. شو معنى هذا الكلام؟ أو شو تفسير آخر لهذا الكلام؟ خليني أحكي لكم. هنا طريقة استخلاص الزيوت بتلعب دور كتير كبير في نوع الزيت. ففي عنا استخلاص بالنسبة للزيوت الحاملة، يا إما بيكون على العصر البارد يا إما بيكون على العصر الحار. عصر البارد يعني أنا ما بستخدم من اسمه، ما بستخدم حرارة عالية على هذه النوع من البذور، مثال على ذلك مثلا زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ما بستخدم حرارة عالية، وبالتالي بضل عندي الزيت محافظ على لونه وعلى ريحته وعلى الفوائد والفيتامينات اللي بتكون موجودة فيه. أما بالنسبة للعصر الساخن فبستخدم الحرارة لحتى أستخلص هذا الزيت، ونتيجة للحرارة العالية بتخلي الزيت يفقد كمية أكبر من الفوائد والفيتامينات، وحتى في بعض الأحيان للون والرائحة. طيب ليش المصانع تلجأ لاستخدام العصر الساخن بدل البارد؟ فعليا العصر الساخن بيعطينا كمية أكبر من الزيت، فمعناته هيك المصانع عم بتوفر ملايين الدولارات بهاي الطريقة، لأنه عندنا العصر الساخن بيعطينا كمية أكبر لأنه بيعصر عندنا الكمية كاملة من البذرة، ولكن العصر البارد بيعطينا كمية أقل، وبالتالي هو بيكون غير توفيري بالنسبة للمصانع. فلذلك احنا بنلاقي عنا الزيوت المعصورة على الحرارة هي الأكثر انتشارا والأكثر انتشارا، وبنلاقيها في السوبر ماركتات وفي عند الموردين وغيرهم. ولكن هل ممكن استخدم الزيت البارد والزيت الحار في نفس الوقت وفي منتجاتي؟ رح نعرف هذا السؤال في آخر الفيديو. خلينا هلا نكمل ونحكي عن أنواع الزيوت الثانية اللي عنا إياها. وطبعا النوع الثاني من الزيوت هو عنا الزيوت العطرية. الزيوت العطرية أفضل نوع لاستخلاصها هي بعملية التقطير أو الديستيليشن. هاي العملية أني أنا باخد النبات وبيتعرض لعمليات متعددة، منها البخار والحرارة، وبعدين برجع بتكثف وبشكل عنا هذا الزيت العطري. الزيوت العطرية، وطبعا الزيوت العطرية أنا حكيت كتير عنها في الكورسات وحكيت عنها في اليوتيوب وعلى انستغرام، في كل مكان حكيت عنها قديش إلها فوائد عظيمة لما تكون مستخلصة بطريقة صحيحة ولما تكون جودتها وكفاءتها رائعة جدا. فبضع قطرات منها فعليا كافية إنها تغير من البشرة، وكافية إنها يعني تعمل كتير مفعول كبير، فنحن ما بنحتاج منها إلا بضع نقاط. كثير رائج عنا انه الزيوت العطريه بتم اوكي استخلاصها بهاي الطريقه، ولكن المصانع شو بتعمل؟ بتاخذ هاي الزيوت وبتخففها بزيت حامل زي زيت تباع الشمس او الزيوت الرخيصه اللي ما بيكون لها رائحه، وهيك انت ببيعوك كميه كبيره بسعر توفيري. وطبعا هذا الزيت اذا استخدمت منه بضع قطرات ما راح يعطيك اي نتيجه، ولذلك هذا هو السبب اللي بخلي الناس تحكي انه ما في اي فائده من المنتجات الطبيعيه وخصوصا الزيوت. فاختيارنا الصحيح كمان لهذا النوع من الزيوت يعتبر يعني تغيير جذري كليا في منتجاتنا، خصوصا لما نكون عم نصنع منتجات للوجه. كمان عندنا نوع ثاني من الزيوت هي زيوت مشتقة من المصادر الحيوانية، زي زيت اللانولين اللي هو عندنا مشتق من شحم الخروف، وفي عندنا زيت الإيمو اللي هو مشتق من جلد النعام أو شيمة الهيك أو دهن النعام. طبعا هي تعتبر لها علاجات وكثير بنلاقيها في المنتجات الصيدلانية أكثر ما بنلاقيها في المنتجات الطبيعية، والسبب هو إنه المنتجات الطبيعية حاليا عم تتجه أكثر نحو الاستخدام أو المنتجات اللي بتكون مستخلصة من النباتات، والسبب إنه إحنا نحافظ على البيئة وكمان لحماية الحيوان وكل هاي الأمور اللي بيشملها شعار المنتجات الطبيعية. أخيرا في عنا الزيوت الصناعية اللي أنا بستغرب في بعض الناس بيستخدموها في المنتجات الطبيعية وما بيعرف إنه هاي زيوت كيميائية، مثل زيت السيليكون كتير مشهور وفوائده كتيرة
بحيث بيعطي ترطيب وبيستخدم للشعر وبيستخدم في منتجات متعددة جدا. بلاقي في ناس بيستخدموها على انه زيت طبيعي وبيستخدموه في المنتجات، طبعا هذا غلط كتير كبير. في حال انت بتصنع منتجات كيميائية استخدمه، ولكن اذا بتصنع منتجات طبيعية اكيد ما بنقدر نحن نستخدم ولا اي نوع من الزيوت الصناعية بهاي الطريقة. في بداية الفيديو حكيت لكم انه في عنا زيوت معصورة على البارد ومعصورة على الساخن، كيف ممكن استخدم هدول النوعين من الزيوت في منتجاتي. الزيوت اللي بتكون معصورة على الساخن هي الحلو فيها انه هي تعتبر اقتصادية، يعني سعرها جدا ممتاز، فانا هيك بكون عم بوفر لما انا استخدم هذا الزيت، وبيعطيني مجال اني ابيع المنتج شوي بسعر اعلى شوي، وهيك بيكون مربحي اكثر في هالمنتجات. كيف ممكن استخدم زيوت المعصورة على الساخن؟ ببساطة بستخدمها في المنتجات اللي بتنغسل، يعني ما بستخدم الزيوت هاي الا في المنتجات اللي يتم غسلها مثل المقشرات، لانه لما انا استخدم الزيت راح ينغسل في الماء، فبالتالي جزء كتير كبير من هذا الزيت راح يروح وما راح تمتصه البشرة. داخل كتير بحب استخدمها في الصوابين، لانه الصابون هو عبارة عن، يعني بالنهاية راح اعمل تفاعل كيميائي وبالنهاية راح يكون عبارة عن مادة بتغسل البشرة، ففعليا البشرة ما في داعي انها تمتص وتستفيد من هذا الزيت. وهي هي الحالات ممكن استخدم فيها زيوت الساخنة. اما الزيوت الباردة فبحب استخدمها كل منتجات الوجه، سواء كريمات، لوشنات، سيرامات، اي منتج راح ينترك على البشرة لازم استخدم فيه زيت بارد، خصوصا للوجه، لانه الوجه كتير حساس وكتير بيمتص المواد، واحنا بدنا بالنهاية انه تكون منتجاتنا ذات فائدة وذات قيمة، مش بس اي منتج واي زيت او سيرام ينحط على البشرة. فاذا هاي هي الحالات اللي انا بحدد او بختار فيها كيف انا اختار اي نوع من انواع الزيوت او اي نوع من انواع الاستخلاصات. هلا اذا ممكن تسالوني هلا السؤال الثاني، كيف اعرف انه هذا الزيت مستخلص بالعصر البارد او الساخن؟ طبعا راح يكون مكتوب على العبوه، اذا كان المورد او السوبر ماركت يعني جيد من المفترض ان يذكر هاي العباره. في عندنا كثير من العطارين والموردين بشوفهم بيعبوا في عبوات مش مكتوب الاسم، مش مكتوب تاريخ الانتاج ولا تاريخ الانتهاء. شخصيا رحت زرت هالمعامل او هدول الموردين وفعليا صبت بالاستياء من كتر انه المواد مبهمة، يعني مش معروف تاريخ الانتاج ولا تاريخ الصلاحية، عبوات كبيرة وبتم تعبئتها لك في على الحجم اللي انت بدك اياه. نحن هذا النوع من انواع الزيوت ما بنفضله ابدا، بالعكس نحن بنحب يكون في معلومات وتفاصيل اكثر عن المنتج لحتى انا اعرف شو هي المادة اللي راح استخدمها، او على الاقل المورد اللي جاب هذا النوع من الزيوت يكون عنده شهادة، يكون في عنده تفاصيل على هاي المادة. هلا في عنا اخر نوع من انواع الزيوت اللي يتم استخلاصها بطريقه بنقول عنها طريقه الغاز، غاز ثاني اكسيد الكربون. تعريض الماده مثلا اللافندر بتم تعريضه للغاز، وهذا الغاز بيتحول ل هذا الغاز بيتعرض للضغط، وبعدين بيحول هاي الماده لسائل، وبعد هيك بيرجع هذا الغاز بيتحول ل حالته الطبيعية انه يرجع غاز، وهيك بتضل عندنا المادة مستخلصة 100% من زيت اللافندر على سبيل المثال، او اي نوع زيت اخر ممكن نلاقيه. اذا نفس زيت اللافندر كيف ممكن انا الاقيه بعدة اشكال؟ ممكن الاقيه زيت حامل مخفف يعني بطريقة رهيبة على شكل زيت حامل، ممكن ألاقيه كزيت عطري بالتقطير، وممكن كمان ألاقيه مستخلص بثاني أكسيد الكربون، واللي طبعا سعره 3 أضعاف الزيت العطري. ليش؟ لأنه تركيزه كتير عالي، ممكن نستخدم منه بضع قطرات وبيفرق معانا كتير، لأنه فعليا بحافظ على النسبة كتير كبيرة من مكوناته. بحب هذا النوع من الاستخلاص لما تكون عندي فعليا المادة يعني بتحتاج هذا النوع من الاستخلاص، مثل زيت بذور أو ثمار الورد، زيت ثمار الورد اللي هو عندنا الروز هيب اويل على سبيل المثال. كتير بنحب هذا النوع من الاستخلاص في الكريمات واللوشينات ومنتجات البشرة، خصوصا كمان السيرامات الليلية. يعني ما في اروع من استخدم هذا النوع من المستخلصات، ولكنه مشكلته مش متوفر، مش كل الموردين بيجيبوه لارتفاع سعره، فلذلك هذا كمان هو واحد من انواع الاستخلاصات اللي ممكن نستخدمها في منتجاتنا. وطبعا لتعرفوا اكثر عن الزيوت وشو انواع الزيوت الانسب للبشره، في عندنا احنا انواع الزيوت على حسب مكونات الدهون اللي فيها،
هي اللي بتحدد لي هذا الزيت هل هو ملائم للبشرة الجافة أم الدهنية أم جميع أنواع البشرة، وكل زيت له خواصه. هذا كله نحن فسرنا، وفي عندكم PDF جميل جدا وأوراق عمل رائعة بتشرح كل هاي الأمور في دورة أساسيات صناعة المنتجات الطبيعية. إذا أنتم كنتوا كتير مهتمين في هذا النوع من التجميل أو في هذا النوع من صناعة المنتجات، فبنصحكم انكم تسجلوا بهاي الدوره، لانكم راح فعليا راح تطلعوا منها يعني فاهمين الزيوت وعارفينها، وراح تكونوا كثير خبراء في هذا المجال، لانه انا باعتقادي فعليا من اجمل واسهل وابسط المنتجات التجميليه هي اللي بتكون ما بتحتوي على المواد الحافظه بكثره، ولانها كثير سهله للمبتدئين، وكمان لانه الزيوت طبعا متوفره اكثر من الخلاصات والمستخلصات والفيتامينات الاخرى. فإذا حابين تسجلوا معنا في الدورات وتتعرفوا كمان على الدورة الثانية اللي عندنا، هي دورة التونرات والبخاخات والجل، بنصحكم انكم تزوروا الموقع وتشوفوا الدورات، وراح كثير راح اكون مبسوطة ان اشوفكم كلكم هناك.